مساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا واهلا وسهلا فيكم بيوفوريا وكل عام وانتم بخير بمناسبه قرب حلول عيد الاضحى المبارك علشان ما يزعلوا منا الاخوان المرشحين للانتخابات برضو كل عام وانتم بخير عشان انتخابات مياميه ان شاء الله بكون يوم سعيد وناجح شكرا رح نكون معاكم في ليلة استثنائية نتغنى بكم ونحتفي بالمكان الجميل بألحان عذبة وأصوات جميلة بمرافقة الأوركسترا الأردنية الوطنية بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق وهي الأوركسترا اللي بعتز فيها وبفتخر فكلهم نجوم وأساتذة خلينا نحييهم وايضا معنا جوقه المعهد الوطني للموسيقى بقياده الاستاذه ليندا حجازي وبدعم من مجموعه طلال ابو غزاله مشكورين جدا يوفوريا هي كلمه بالانجليزي ومعناتها نشوه النشوه الروحانيه التي تبعث الى السعاده والسرور فهي هي كلمه يوفوريا فالليله سنملا قلوبكم بالنشوة والدفء وهذا وعد وسنصحبكم معنا ب 11 مقطوعة موسيقية عزفنا واحدة منها اسمها بداية وضايل 10 هدول المقطوعات هم من مؤلفاتي المتنوعة من ألبومات رؤية والحادي ويوفوريا اللي راح يصدر قريبا وبكل فخر واعتزاز كان لي شرف التعاون مع المايسترو محمد عثمان صديق اللي قام بالتوزيع الموسيقي لمقطوعات هذا الكونسرت Thank you مايسترو وأنا سعيد جدا بهذا التعاون والتناغم الصحي والبناء برحب فيكم مرة ثانية وبعودكم ما أحكي مرة ثانية خلاص يعني بالعربي مش راح أترشح للانتخابات فما فيش داعي أحكي بتمنى أنكم تستمتعوا بالميوزك شكرا
Thank you.